عادت مشاورات الكويت إلى مسارها مجددا فيما تزداد الحرب ضراوة في عدد من الجبهات. عادت المفاوضات، والجديد هذه المرة هو ما أعلنه المبعوث الأممي عن فصل المسار السياسي والمفاوضات عما يدور في الميدان. هذا الفصل الغريب والذي يبدو كإشارة للميليشيا بمواصلة حربها بعيدا عن الملهات التي يديرها ولد الشيخ في الكويت، هو ما كان جار أساسا وهو ما كان سببا في تعليق الحكومة لمشاركتها في الأيام الثلاثة الماضية. الفريق الحكومي الذي كان قد أعلن أنه لن يعود إلى المشاورات إلا بضمانات وقف إطلاق النار في تعز وفك حصار بيحان وتعز ووقف التحشيد في جبهات القتال، عاد إلى طاولة المفاوضات بعد إعلان المبعوث الأممي تشكيل لجنة لمتابعة ملف سيطرة الميليشيا على معسكر العمالقة فقط، فيما بقيت بقية المسائل على حالها. الفصل الذي اقترحه المبعوث الأممي بين المسارين العسكري والسياسي يعني استمرار الحرب من قبل الميليشيا واستمرار المفاوضات في حلقة مفرغة من التعطيل والمماطلة، وهو ما تطبقه الميليشيا حاليا على الأرض كما هو على طاولة المفاوضات أيضا. ولد الشيخ الذي يبدو كضابط إيقاع لتحركات الميليشيا لا شيء يهمه سوى الظهور نهاية كل يوم للإعراب عن تفاؤله المبهم، فيما الحرب تلتهم تعز وتمنع تحقيق السلام المنتظر في الكويت. تعز التي بقيت على الدوام خارج كل الحسابات السياسية والعسكرية تواجه حرب الميليشيا التي شملت كل الجبهات خلال اليومين الماضيين. مصادر محلية أكدت أن ميليشيا الحوثي والمخلوع تحاول استعادة السيطرة على مضيق باب المندب بعد أن دفعت بتعزيزات كبيرة مستغلة الهدنة التي أعلن عنها برعاية أممية. الجبهة الغربية وتحديدا في محيط مقر اللواء 35 مدرع تشهد مواجهات عنيفة بالتزامن مع قصف يستهدف الأحياء السكنية، كما تدور مواجهات عنيفة في منطقة الضباب وغيرها من المناطق، وكل ذلك ليس سوى تصديقا لما يريده المبعوث الأممي وفصله المريب بين ما يجري على الأرض وما يريده اليمنيون من مشاورات الكويت.